petit pour rire. Donc ça va, je vais faire une autre. الله لا عندنا في الشغل ورغم تحديات الكورونا التي عطلتنا أكثر من سنة، إلا أن الإجراءات الاستدراكية التي حرص عليها السيد رئيس الجمهورية مكنت الجزائر من رفع التحدي. فالنجاح السياسي الذي صنعه السيد الرئيس خلال المدة الأخيرة يتطلب أن تواكبه كل القطاعات الحكومية بنجاح تقني، وعلينا في التكوين المهني جزء هام أنجزنا بعضه ونكمل الباقي بشكل علمي وجماعي وتشاركي. العمل أيضا، وهذه رسالة إليكم وإلى أشقائنا العرب والجوار الإفريقي، ونحن نستعد لتنظيم المؤتمر العربي للتكوين والتعليم المهنيين في آخر السنة إن شاء الله. فنقول العمل مع الأشقاء العرب والجوار الإفريقي في قطاع التكوين يتعزز من أجل أمننا القومي والتكامل الاقتصادي وتعزيز الدور الريادي للجزائر في إفريقيا والعالم العربي. ولكن إن شاء الله سنعوضها هنالك أيضا عندنا مؤسسات تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والشراكة التي نعقدها سواء المحلية ومع مؤسسات جزائرية ومؤسسات أجنبية، وآخرها كان مع يعني سيارات الأجنبية سواء بيجو ولا فيات، ستكون إن شاء الله بديلا لكثير من هذه الأشياء التي للأسف الشديد ضيعها تهاون بعض المسؤولين. كان لنا يعني مبادرة من أجل تعميم اللغة الإنجليزية في كل التخصصات، ولدينا أيضا يعني هنالك مخرجات لكثير من التخصصات باللغة الإنجليزية، وهذا إسهام منا لتحضير أبنائنا لما سيأتي من استثمارات داخلية وأجنبية، يكون أبناؤنا في كل التخصصات على الاستعداد من أن يملكوا لغة التي يستطيعون أن يتعاملوا بها مع شركائنا سواء في هنا في الداخل أو في الخارج.